أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الإخوان قرروا أن يقوموا بزيارة إلى المدينة، ومن ضمن البرنامج زيارة المشاهد التي بالمدينة مثل جبل أحد والمساجد السبعة والبقيع، فهل هذا العمل يجوز؟ زيارة المساجد السبعة بدعة ما لها أصل، المساجد السبعة هذه خرافة ما لها أصل، فلا تزار، ولا يزار في المدينة إلا مسجدان: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، مسجدان، وبقية المساجد لا تزار. ولا لكن من أدركته الصلاة فإنه يصلي في أي مسجد بدون قصد، أما إنه يقصدها للصلاة فيها ويظن أن هذا فيها أجر هذا بدعة، ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأما زيارة المقابر، زيارة البقيع، زيارة الشهداء أحد، هذه سنة، يسن زيارة المقابر والدعاء لهم. نعم.